اولا عايز اقول لك انت كسرت الدنيا بتنا معاك في الكوزين ما شاء الله. خليك ربنا يخليك. تتكلم عليك انت بس. فانت متوقع النجاح لاسره المسلسل وليك انت بالاخص بالاخص؟ انا كنت متوقع النجاح لاسره المسلسل بس ما كنتش متوقع النجاح ليا بالاخص الصراحه. المسلسل حلو قوي من اول ما قريته وهو كان شاددني وكنت عارف ان هو بشكل او باخر هيعلم مع الناس لان هو ريليتابل قوي الصراحه. اللي برضه لفت نظري لفت نظر الجمهور ان انت برضه ما قدرتش تستغنى عن المزيكا شويه في المسلسل برضه كنت بتاع المسلسل والجيتار. ده حقيقي. كان الكاركتر كده وانا كنت بالتعاون مع استاذ هاني يعني هو كان بيساعدني كتير في الموضوع ده. كان بيحاول يقول لي طب اعمل حاجات شبه الشخصيه واعمل حاجات وتسمع ولو حاجه حلوه نعملها فكان بيساعدني في ده الصراحه. لو عايز بقى تكلمني عن شغلك مع مصطفى شعبان في المعلم كسرت الدنيا برضه دورك كان مختلف وابهرنا بشكل خطير خطير استاذ مصطفى خطير والمسلسل كان مكتوب حلو قوي 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 وفي الاول في الاخر هو كان المسلسل ده مهم قوي بالنسبه لي مسلسل مهم جدا على المستوى الشخصي. كان في حاجه مهمه قوي في حياتي يعني عمل لي كانت خطوه مهمه والحمد لله يعني كان رزق من عند ربنا. حتى زورك في دور المجرم كان تحدي ليك انت؟ يعني من البدايه كده كان في اتفاق مبهم كده اللي احنا عايزين نبين صوره معينه للمدمن ان هو مش هو ضحيه مش شخص يعني هو اللي مقرر يعمل كده وان المدمن ممكن يبقى عادي يا جماعه مش عارف اتكلم يعني تمام يعني ممكن يبقى واحد يعني دي كمان رساله مهمه ان هو ممكن يبقى صاحبك اللي انت ما تعرفش ان هو بيمر بالمشاكل دي. طب وانت ليه مش مهتم بالمزيكا الفتره دي؟ لا والله لا بالعكس انا مهتم بس ممكن اكون مقصر في التنزيل الاغاني بس ان شاء الله هرجع اعمل كده تاني يعني كانت شويه بس حسابات عندي كده كانت ممكن تكون كانت مقلقاني شويه بس حاسبني منها وان شاء الله هدبس نفسي وانزل. شكرا جدا.